فيديو النهاردة بإذن الله هو فيديو تجميعات. كل مرة بنقول mind maps لبرانش معين: introduction, nerve, autonomic, CVS, respiration, muscle. المرة دي أنا عايز ألم قوانين الفسيولوجي مع بعض، عايز أعمل جداول مقارنة لأهم حاجة في البلد أو في الريسبيريشن. هتلاحظوا معايا إن فيديو النهاردة فيه تجميعات ما قلتهاش في الشرح النظري في بلاي ليست القناة أو في المايند مابس اللي أنا عملته. هو فيديو جديد من نوعه، فيديو تجميعي، إن شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. أول حاجة لو بدأت بيها في البلد، عايز أقارن بين أنيميا وبوليسايسيميا. بعد ما اتكلمت عن الأنيميا لوحدها والبوليسايسيميا لوحدها، في البداية الكوزس: الأنيميا قد تكون أبلاستيك، العيب في المصنع في البون مارو اللي مفروض يصنع ريد بلاد سيلز، أو ايرن ديفيشنسي وبي 12 ديفيشنسي أنيميا، هيموليتك الريد سيلز بتتكسر، انترا كورباسكولر العيب جوه السل، او اكسترا كورباسكولر كوزس شرحناها قبل كده في فيديو النظري، هيموراجيك انيميا نتيجه لوس اوف بلاد الهيموريدج، لو اكيوت هيموريدج نورموسيتك نورموكروميك انيميا، مفيش حاجه اتغيرت في السل سايز او شيب اللي اتغير العدد، او انيميا اوفرينال فيلير العيب في الاريثروبويتين اللي كان مفروض يتصنع من الكيدني بنسبه 85 إلى 90%. طبعا لما نقول كومباريزون ما بنقولش تفاصيل، بتحط عناوين. طب البولي سايسيميا زياده في كرات الدم الحمراء، افكر في سببين عنوانين كبار: برايمري العيب في البون مارو، ورم في المصنع فبيزود الانتاج، او بسميها بوليسايسيميا فيرا البوليسايسيميا الواضحة. السكندري بوليسايسيميا او التابعة زيادة عدد الريد بلاد سيلز نتيجة هايبوكسيا او هاي التيتيود، فوق قمة الجبل بيقل الاكسجين بريشر فبيشتغل الكيدني يصنع إريثروبويتين اللي بيسرع جميع مراحل تكوين الماتيور ريد سيلز، بداية من البلوري بوتنت ستم سيل إن بون مارو، الخلية متعددة الكفاءة إنها تعمل برو إريثرو بلاست، ثم في النهاية في مراحل تكوين كثيرة تكون ماتيور ريد سيل أو إريثرو سايتس. فهنا الزيادة هي تابعة للهايبوكسيا، والهايبوكسيا هو المين استيمولس فور إريثروبويسيس. بص معايا بقى، هيموجلوبين أقل من 11 جرام برسنت أنيميا، فوق 20 جرام برسنت بوليسايسيميا. خلي بالك أرقام دي مهمة، الأفريج هيموجلوبين أماونت 15 جرام برسنت، مش معنى ان الهيموجلوبين اماونت عندك 16 جرام برسنت يبقى في بوليسايسيميا، لا، ممكن تزيد 5 جرام في المية زيادة عن الطبيعي. هعتبر ال 15 جرام هو المية في المية، زدت 5 زيادة، 5 بالنسبة لل 15 زدت التلت، يعني 33% بلس المية في المية يبقى 133%. الهيماتوكريت فاليو أقل من الطبيعي تبقى أنيميا. افتكر معايا النورمال الميلز كانوا 46%، الفيميلز 42%. خلي بالك لازم تكون أقل حاجة و30، عند 30 مثلا تبقى أنيميا. 30% من الدم ريد بلاد سيلز، اما البوليسايسيميا
بص على النسب 70 ل 80%. طب ازاي اعرف نوع الانيميا؟ عملناها في تجربة عملي هنا في القناة اسمها سهلي اباريتس او الهيموجلوبينو ميتر، عايز اقيس كمية الهيموجلوبين اماونت. ولو تفتكر كان عندنا انبوبتين مصممين في الجهاز لونهم بني فاتح، فيهم اسيد هيماتين، فيهم هيموجلوبين زائد الاسيد او HCL، وانا عايز التست تيوب اللي اشتغل عليها يبقى لونها بني فاتح وقارنه بالاسيد هيماتين تيوبس اون بوث سايدز. فكنا بنحط HCL لغاية العلامة 10% في الأنبوبة. كانت الأنبوبة دي متدرجة من 10% إلى 140% ومن 2 جرام إلى 22 جرام برسنت. طبعا أنت بتحط نسبة معينة من الـ HCL وتضيف عليه البلد، كنا بنسحبه بمايكرو بيبت لغاية العلامة اللي على الإزاز اللي هي 20 كيوبيك مليمتر. كلام ده في غاية الخطورة. وبعد كده كنا بنقلب تمام ونستنى من 3 إلى 5 دقايق عشان الريد سيلز تتكسر، لو تفتكر الكلام ده. وبعد كده نخفف بنقطة نقطة مية مقطرة ونقلب. كل ما نقلب تيوب نبص على لونها بقت بني فاتح ولا لسه، لغاية لما يبقى لونها بالظبط زي الاتنين ستاندرد تيوب اللي على الجنبين اللي هقيس على أساسهم. ثم نقرأ قرايتين، قراية الهيموجلوبين كام جرام برسنت ككمية، وبرسنتج يمثل كام في المية من الطبيعي. خلي بالك كنا بنعرف نوع الأنيميا مش من خلال التجربة دي، من خلال البلد انديسز. بلد انديسز كانت مؤشرات، مجموعة معادلات بنعملها لمعرفة نوع الأنيميا. مرة أقول لك متوسط حجم الريد سيل الواحدة MCV يساوي، تقول لي حجمهم كلهم هيماتوكريت فاليو على عددهم تايمز 10، وشرحت في فيديو النظري ليه تايمز 10. النورمال لازم تكون عارفه من 78 الى تقريبا 92 طبعا كيوبيك مايكرون او فيمتو ليتر. لو المين كورباسكولار فوليوم عندك اقل من كده تفكر ان الايرن قليل ديفيشنسي، لو اكتر من كده على طول هقول ماكروسيتك، يبقى فكر في بي 12 ديفيشنسي او الفوليك اسيد ديفيشنسي. طب لو لقيت ان الفوليوم طبيعي نورموسيتك قدامك احتمالين، يا اما اكيوت هيموريدج يا اما انيميا اوفرينال فيلير، وده الاساس بالنسبة لنا، او ابلاستيك انيميا. المصنع ما بيصنعش انتاج كويس، عدد اقل ولكن الشكل والحجم طبيعي. طيب لكن هنا في البوليسايسيميا عملت لك داش معناه البلاد انديسز لا تحدد البوليسايسيميا. الاي اس ار سرعة الترسيب اريثروسايت سيديمنتيشن ريت تزيد في كل انواع الانيميا ما عدا ايرن ديفيشنسي. طب ليه؟ كل انواع الانيميا عدد الريد سيلز قلت، وبالتالي هنقدر او نحتاج لبوزيتيف شارج بلازما بروتين اقل عشان يجمعهم في بعض ويرسبهم. لكن كل ما العدد يزيد سرعه الترسيب تقل. ايرن ديفيشنسي استثناء، لان كرات الدم الحمراء في الوقت ده بتبقى فلات مبططه، فمش هتعمل رولو فورميشن، وقلنا عليها
ليبتو سبايرال سيلز. كلام ده في غايه الخطوره. طيب نيجي للسيانوزس، هتقول لي ايه ده، ده ما قلناهاش مع فيديوهات البلد النظري، قلناها مع الريسبيريشن. عشان كده فيديو النهارده هو فيديو تجميعي، طالب مذاكر بلد ريسبيريشن سي في اس انترودكشن نيرف، ده فيديو كولكشن في منتهى الاهميه. سيانوزس مش موجوده في الانيميا. قلنا سيانوزس معناها اني على الاقل 5 جرام من الهيموجلوبين يشيل كربون دايكسايد. لو انا انيميك الهيموجلوبين اماونت عندي اقل من 11، يعني 10 جرام برسنت، مستحيل نصهم يشيل سي او 2 وال 50% اللي باقيه كاري اوكسجين. incompatible with life، ما تقدرش تعيش في هذه الحالة. وخلي بالك الانيميك سبيل بيبقى شاحب باهت وما ينفعش، يبقى مزرق وباهت، لان السيانوزس معناها بلوش discoloration of skin and mucous membrane. البوليسايسيميا ينفع يزرق، ده الهيموجلوبين معدي 20 جرام برسنت. لو 5 جرام هيموجلوبين شايل سي او 2 ما زال عندك 15 جرام تانيين يشيلوا اكسجين، وده كومباتيبل مع الحياه. نيجي للبلس، الانيميك عنده سرعه دمويه عاليه، عنده نشاط في السيركيوليشن، هايبر دايناميك سيركيوليشن، عدد الريد سيلز قلت، فاللي بيشيل الاكسجين للتيشوز قل، الهارت مضطر انه يشتغل اسرع علشان يعوض. ده مهم قوي، عشان كده في الانيميك تلاقي عنده ووتر هامر بلس، فاكر سيستول عالي دايستول قليل، والفرق ما بينهم يخلي البريشر جريدينت كبير لدرجة بتحس البلس في مكان قبل المكان الأصلي اللي مفروض أحسه عنده، وده مهم جدا. يعني أحس البلس في نص الفور آرم، الطبيعي تحسه عند الريديال أرتري، ده الووتر هامر بلس. طبعا ده قلناه كمان مع الأورتيك إنكمبيتنس وأثيروسكليروزيس. اما في البوليسايسيميا مفيش حاجه مميزه للبلس ده. هارت ساوندز، بص تجميعه بقى على الكارديوفاسكولار سيستم، هسمع الصوت التالت. الصوت التالت كان بيتسمع في الرابيد فيلينج فيز، الطبيعي انا ما بسمعش القلب وهو بيملى بالدم، ده عادي لان التشست وول ماسلز قوية عاملة حاجز بين السماعة وصوت ملي القلب. أما الأنيميك عنده هايبر دايناميك سيركوليشن، فهتسمع صوت الفيلينج، وقلنا إن السيرد ساوند ما بيتسمعش بالسماعة العادية، بيتسمع بمكبر للصوت فونو كارديوجرام. طيب تعال بقى هنا على ضغط الدم، البوليسايسيميا ضغط الدم عنده عالي. ليه؟ لان زيادة الريد سيلز تزود الاحتكاك او الفيسكوزيتي، وطالما قلت فيسكوزيتي يبقى انت بتزود الريزيستنس. ارجع للي انت ذاكرته، يتناسب الريزيستنس طرديا او مباشرة مع الفيسكوزيتي، كل ما تزود اللزوجة كل ما يزيد المقاومة، بوازيه لو، وده هنجمعه في فيديو النهاردة مع بقية قوانين فيسيولوجي الانترودكشن. طب زاد الريزيستنس يبقى قصدك توتال بيريفرال ريزيستنس، اللي هي أحد العوامل التي تتحكم في ضغط الدم. تقول لي إيه ده؟ ده أنا مذاكر سي في إس كويس وفي معلومة فاكرها.
ايه هي؟ arterial blood pressure يساوي cardiac output times TPR total peripheral resistance اللي بيتحكم في المقاومة الطرفية أو مجموعة المقاومات في الفيسل هو الارتريول، ودي ذكرتها في السي في اس. الارتريول في سموس ماسلز مبطنة الوول، لما السموس ماسل دي يقربوا من بعض يحصل كونتراكشن والمقاومة تعلى، أو يبعدوا عن بعض فالمقاومة تقل. وقتها قلت لك ان الارتريول بتشتغل كمحبس او ستوب كوك. عايزك دلوقتي تلاحظ فروقات ثنائيات بين قدامكم على السلايد. نبتدي باول ثنائية، بور افكت وبور ايكويشن. هي بور مش يعني مش بويلز، هي بور افكت وبور ايكويشن. خلي بالك بور افكت دي شرحتها مع الاكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف، قلت لك اذا زاد السي او 2 الريليزد من التيشو معناه التيشو ده اكتف ميتابوليكالي شغال، يبقى لازم الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو ده، ده احد الضمانات. حتى قلت لك التيشو بيثبت للهيموجلوبين انه نشيط، يزود السي او 2 الناتج منه، يزود الهيدروجين ايون لان السي او 2 ده بيدوب في الميه ويعمل كربونيك اسيد اللي يتفكك لهيدروجين و اتش سي او 3 رقم 2، رقم 3 يزيد درجه الحراره. اذا انا قدمت الضمانات دي للهيموجلوبين، الهيموجلوبين هيسيب الاكسجين، ان الاوكسي هيموجلوبين وبالاخص البيتا تشين اوف هيموجلوبين هتتفاعل مع 2-3 داي فوسفو جليس ريت انزيم اللي تكون ان ايروبيكالي جوه الريد بلاد سيلز، فبالتالي يمسك ال 2-3 داي فوسفو جليس ريت في الهيموجلوبين ويسيب الاكسجين، اسمها هيموجلوبين unload oxygen، كأن أنا بشيل أو بسيب آسف الحمولة اللي أنا شايلها. أما البور equation هو ده اللي حدد الديد سبيس يساوي 150 ملي. عايز أفكرك بالديد سبيس. الديد سبيس فكرته هو volume of air لا يخضع لجاز exchange، حجم ميت من الهواء. فكرة ببساطة، شفنا نسبة الـ CO2 expired 6%. طب هو الـ CO2 اللي أنا بخرجه ده عبارة عن مجموع حاجتين، الـ CO2 اللي جاي من الـ alveolar air زائد نسبة الـ CO2 اللي ماشية في الـ conducting zone اللي هي dead space. طيب انا عرفت نسبة السي او 2 التوتال اللي هي 6% ونسبة السي او 2 في الالفيولار اير 4%، يبقى الفرق هو اللي خارج من الديد سبيس. طب الفرق ده 2% هقسمه على 6% اللي هي التوتال اللي هيخرج، 2 على 6 يعني التلت، تلت الخمسمية. طب ليه؟ لان انا بقول الخمسمية هو التايدل فوليوم، فوليوم اوف اير انسبايرد اور اكسبايرد في النفس الواحد. طب انا بتكلم النفس اللي هيخرج، يبقى اضربه في خمسمية، التلت في خمسمية تقريبا 150، هي 165 ملي، هنمشيها تقريبا 150 ملي. تمام، نيجي بقى لاتنين في المقارنة. الطالب الشاطر يقول فعلا الكلام قريب من بعضه وانا قدرت اميزه، فيكس لو وفيكس برينسيبل. تلاقي بص البداية واحدة، فيكس وفيكس، زي بور وبور، مرة ايكويشن ومرة افكت.
فيكس لو ده اللي اتكلم عن معادلة الديفيوجن، قال لنا الديفيوجن ريت يتناسب دايركت مع بريشر جريدينت، سيرفيس اريا، سوليوبيليتي ودرجة الحرارة، وعكسيا مع السيكنس تايمز السكوير روت اوف موليكولر ويت. ده معادلة الديفيوجن، ذكرناها مع الانترودكشن وذكرناها مع الجاز ديفيوجن في الريسبيريشن. طب الفيكس برينسيبل شرحناها ازاي نقيس الكاردياك اوتبوت. عايز افكرك لما جينا قلنا ان الهارت داخله ارتيريال بلد 190 ملي اكسجين في الدقيقة، وخارج منه فينس 140 ملي اكسجين في الدقيقة، يبقى الفرق هو اللي الهارت استهلكه 50 ملي اكسجين بير مينت. تمام، الكلام ده الهارت استهلكه لما او تيشو اسف استهلكه لما الهارت ضخ لتر دم في الدقيقة. طب السؤال، كام لتر القلب يضخهم عشان الأنسجة تستهلك 250 ملي أكسجين في الدقيقة؟ فقسمنا 250 تيشو أكسجين كونسومشن على 50، طلع 5 لتر في الدقيقة. تمام، ثنائيات برضو، أكتف هايبريميا وري أكتف هايبريميا. أكتف ده العادي، بلد فلو رايح للتيشو، ما هو إيميا معناها دم، وهايبر زيادة، أي تيشو يوصل له دم زيادة لازم هيبقى أكتف، مفيش كلام. طب ري أكتف معناها إن أنت حرمت التيشو من الدم لفترة مؤقتة ثم رجعت اديتهوله مرة تانية. دي عملتها في تجربة موجودة في فيديوهات في القناة اسمها رياكتيف هايبريميا، وعملناها على الإيد، لفينا الرابر باك حوالين الدراع، تمام، ثم رفعنا دراع العيان علشان الدم كله يرجع، إيديه تبقى فاضية تماما من الدم، وفي أثناء الدقيقة علينا ضغط الدم في الرابر باج وقفلنا على البريكيال أرتري. بعد ما الدقيقة عدت نزلنا دراعه وما زال ضغط العالي في الرابر باج، وسبناه لمدة 5 دقايق. أثناء ال5 دقايق حاسس بتنميل في صوابعه، وبعد ما ال5 دقايق عدت فكينا الرابر باج بسرعة، لقينا الإيد اللي كان زايد فيها الضغط في البريكيال أرتري رجعت تحمر قوي مقارنة بالإيد التانية، لأنك جمعت ميتابولايتس أو ويست برودكتس طول ال5 دقايق، كاربون دايوكسيد، لاكتيك أسيد، هيدروجين، بروستاجلاندينز، جمعت كتير، ودول اللي بيوسعوا البلود فيسل، ولقينا الإيد دي بقت أدفى من الإيد التانية، لأن زيادة البلود فلو زود درجة الحرارة فعمل وورمينج لإيده، وكمان لقيت البلس بريشر أعلى في الإيد دي مقارنة بالإيد التانية. حتى وقتها قلت لكم هل في الطبيعي ربنا عمل كده؟ سكيليتال ماسل وهي بتعمل كونتراكشن بيضغط على الكابيلاريز بيقفلها، لان الكابيلاريز اهي زي ايدي الشمال داخله جوه السكيليتال ماسل، فوانا بعمل كونتراكشن انا ضغطت على الكابيلاري حرمته من البلد. اثناء الريلاكسيشن الضغط اللي على الكابيلاريز راح، فرجعت توسع مره تانية، رجعت لنشاطها تاني، فسميها ري اكتيف هايبريميا. نفس الكلام في الكاردياك ماسل، هو هو
طيب ثنائية تانية، لوكال بوتنشال ولوكال ريسبونس. كلنا عارفين اللوكال بوتنشال، هدي للنيرف ستيمولس ضعيف، صب ثريشولد. ما هو الثريشولد هو العادي، هو المينيمال انتنسيتي نيدد تو اكسايت ذا نيرف. انا هدي لك اقل من كده، وطبعا عشان توصل الى فايرنج ليفل محتاج ستيمولس تاني يتجمع في شدته مع الاولاني، فالاستجابة تتدرج جريدد سميتد. وقلنا بالعقل، طالما انا عايز استجيب لستيمولس اخر ما ينفعش اخضع لقول اور نان لو. ازاي تقول لي القانون ده ينفع معايا؟ القانون ده معناه ادي للنيرف ثريشولد هيوصل الى فايرنج ليفل. طب انا من الاول ما اخدتش الثريشولد او قوه الدفع الكامله اللي توصلني الى فايرنج ليفل، وما ينفعش يكون معايا فتره عدم الاستجابه المطلقه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ازاي ان انا يكون عندي الفتره دي وانا عاوز استجيب لستيمولس تاني؟ واتفقنا الكوندكشن ديكريمنتال، اي تتناقص شدته مع طول المسافه. الاستيمولس الضعيف ما يقدرش يقطع الاكسون الكامل بتاع النيرف، ما يعرفش. طيب وكمان مكانه الريسبتور. لوكال ريسبونس، النقطه دي طلبه كتيره بتغلط فيها. لوكال ريسبونس هو جزء من الاكشن بوتنشال. تقول لي يعني ايه؟ فاكر الريستنج ميمبرين اوف ذا نيرف نيجاتيف 70 ملي فولت، جوه اقل من اللي بره ب 70 شحنه. اول لما ندي الثريشولد يبتدي يدخل شويه صوديوم في البدايه عن طريق ليكج تشانلز، لغايه لما الفرق يقل 7. ما هو الموجب عمال يدخل جوه بتاع الصوديوم البوزيتيف، فالفرق بين جوه وبره قل، بقى نيجاتيف 63. عند هذه القيمه سيبدا الفتح التدريجي للفولتج جيتد صوديوم تشانلز، بوابات الكهربيه بتاعت الصوديوم تبتدي تفتح. فمن اول نيجاتيف 70 لنيجاتيف 63 بسميها لوكال ريسبونس، استجابه محليه. خلي بالك الكلام ده في غايه الخطوره، حتى انا قلت لك 7 ملي فولت ديفرنس، اوعى تتلخبط بينه وبين لوكال بوتنشال. لوكال بوتنشال من الاساس انت خدت صب ثريشولد، لوكال ريسبونس لا، ما كانش فيه صب ثريشولد. طيب عايزك تخلي بالك من كلمه اورثو دروميك وانتي دروميك. دروميك معناها اتجاه، اورثو ذا سيم، وانتي هو الاتجاه العكسي. نيجي بقى لقوانين فيسيولوجي لوز بتاعه المقدمه. طبعا الفيكس احنا قلناه، البوزييه افكرك بيه، الريزيستنس تتناسب دايركت مع اللينس تايمز فيسكوزيتي على راديوس تو ذا باور 4، وقلت لك يتناسب يبقى لازم احط قيمه ثابته 8 على باي. تيجي نجمع النهارده البوزييلو قانون اتقال في البلاد فيسلز والاير ويز. لما اتكلمنا على الاير واي ريزيستنس والعوامل التي تتحكم فيه في الريسبيريشن، انا شرحت البوزيلو. عايزك تخلي بالك ان الريديوس هو فاريبل فاكتور، العامل الوحيد المتغير اللي بيحدد المقاومه تزيد او تقل. يعني اللينس اوف بلاد فيسل ده ثابت، فيسكوزيتي ثابته، الراديوس متغير، اضيقه او اوسعه، ضيقته زادت المقاومه، لو انا وسعته قلت المقاومه. في نقطه مهمه في الفيكس لو، انا قلت لك قلناها مع الجاز اكستشينج، ان بيزيد الديفيوجن ريت
مع الاكسرسايز، كل ما نجري اكتر عدد الالفيولاي اللي هتتفتح تزيد، لان خلي بالك 10% فقط من الالفيولاي او البالونات الهوائيه مفتوحه او شغاله during rest. كل ما نجري تعال نعمل opening اكتر، هيزيد البريشر جريدينت للاكسجين، عايز يتحرك من الالفيولاي الى pulmonary capillaries. لازم يبقى الضغط في الالفيولاي عالي 100 مليمتر ميركوري، وفي الكابيلاريز اقل 40. يتحرك بالدلتا بي. السي او 2 العكس، ضغطه في البالمونري كابيلاري 46 ده فينس، وفي الالفيولاي 40. يتحرك من الكابيلاري الى الالفيولاي، ده نقط اساسيه. السيرفيس اريا بتزيد، لكن اللي يقلل الديفيوجن اذا زاد السيكنس، لو المقام زاد، لو زودت السيكنس بقى في صعوبه في الانتشار. واتفقنا ان الالفيولو كابيلاري ممبرين هما 6 طبقات، لو جمعتهم على بعض كسمك لا يزيد عن 0.6 مايكرون. فاكر ال6 طبقات؟ قلنا طبقتين في الالفيولاي وطبقتين في البالمونري كابيلاريز. ايه هما الطبقتين؟ بيزمنت ممبرين وابيسيليال او اندوسيليال سيلز، وطبقتين فلويدز. ايه هما؟ الفلويد لايننج اللي مبطن الوول اوف ذا الفيولاي، والانترستيشيال فلويد اللي بين الالفيولاي والكابيلاري. طيب في قانون الميرز لو، لو زاد ضغط الدم هارت ريت هيقل، لكن العكس غير كده، لو زاد الهارت ريت هيزيد كاردياك اوتبوت فيزيد الضغط. طب نناقش ميرز لو، لما يزيد ضغط الدم هيشتغل بارو ريسبتورز، اورتيك ارش، كاروتيد ساينس، وهنجمعها النهارده، تبعت اشارات بالفيجاس وجلوسوفارينجل الى السنتر، الى كاردياك انهيبيتوري سنتر، مركز يقلل نشاط القلب في المضل، هشغلك فيقل الهارت ريت. ده شيء طبيعي، ده مهم قوي لازم اكون عارفه. طيب نيجي بقى للقوانين تاني وتجمعتها، هجمع all or none وستارلينج ولابلاس. هتلاقي الاول اور نان شرحناها مع النيرف، ده الاكشن بوتنشال بتفاصيله. الستارلينج شرحناه مع السكيليتال ماسل، لما يزيد اللينس اوف ذا ماسل تزيد قوه الكونتراكشن ويزن ليميت. وقلت لك افضل طول للعضله عنده احسن كونتراكشن هو 2.2 مايكرو. في فيديو المايند مابس اوف سكيليتال ماسل قلت لك ان في 5 احتمالات، لو الاكتين قريب قوي من المايوسين وفي كراودنس او زحمه، مايوسين ما عندوش فرصه كافيه بايند بند ديتاتش ريسايكلينج، فالتنشن يقل، قوه الكونتراكشن تقل. وقلت لك ان في احتمالين هيزيد فيهم قوه الكونتراكشن، لما يزيد اللينس جراديوال ده الاحتمال الثاني، او يزيد للقمه 2.2 مايكرون، وسميته وقتها اوبتيمال لينس او ال ماكس، اقصى طول العضله تعمل عنده افضل كونتراكشن، او سميته اسم ثالث بري لود، ده طول العضله قبل ما يحصل كونتراكشن. وقلنا كلمه ويزن ليميت الاحتمال الرابع والخامس، كل ما يزيد اللينس اوف مايوسين ويبعد يبعد اكتر عن الاكتين قوه الكونتراكشن تقل تماما، لان التنشن يتناسب طرديا مع عدد الكروس بريدجز. ستارلينج ده اتكلم كمان على الكاردياك ماسل وقال
اللينس ده المقصود بيه القلب بيملى بالعرض، مايوسين يبعد عن الاكتين. كل ما القلب يملى هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، هيزيد الكاردياك اوت بوت، ولكن ويزن ليميت دي معناها انه قلب غير طبيعي. نقولها بشكل بسيط، كل ما القلب يملى يزداد قوة الكونتراكشن. طب يعني ويزن ليميتس؟ هيجي وقت على القلب يملى زيادة ويعدي الاوبتيمال لانس بتاعه، قوة الكونتراكشن بالعكس هتقل مش هتزيد. عشان كده عايز اقول معلومة مهمة لكل اللي بيسمعني دلوقتي، ستارلينج لو لا ينطبق على نورمال هارت، ينطبق على هارت فيلير او دي نيرفيتد هارت، هارت قطعنا له النيرف، او قلب صناعي ترانسبلانتد هارت. كلام ده في غاية الأهمية. اللابلاس لو بتجمعته في الألفيولاي، البريشر اللي هيوسع الألفيولاي في السنتر يساوي ضعف القوة اللي عايزة تصغر الألفيولاي. فاكر لما قلنا التنشن أو التي اللي عاوز يصغر الألفيولاي؟ حاجتين، سيرفس تنشن وده التلتين، وإلاستيستي التلت. لازم أكون أنا قد مجموع القوتين مرتين مقسومة على R أو الراديوس. كلام ده مهم. الكابيلاري قلنا أن التنشن يساوي بريشر تايمز راديوس، برضو إيه المقصود بيها؟ الضغط اللي جوه الكابيلاري البي لازم يزيد عشان يواجه القوة الخارجية اللي عايزة تقفل الكابيلاري. هعتبر التنشن هي قوة عايزة تقفل الحاجة دي، تقفل الستراكشر ده، تضايقك. هو ده التنشن. زي الكابيلاريز in the lower limb تتعرض لضغط عالي، فلابد ان البريشر اللي جواها هو يكون على قد الحدث، يزيد لمواجهة زيادة القوة دي. كابيلاري يزيد فيها البريشر لأربعين مليمتر ميركوري. طب لو دايليتد هارت، دايليتد هارت قصدي بيها قلب عمال يملى وفشل انه يضخ الدم، هارت فيلير. البي اللي جوه الفنتريكل لازم تعلى لمواجهة التي الاورتك بريشر العالية اللي بره. في الطبيعي ضغط الأورطة أقل من الفنتركل، يسحب منه بلد، لكن هنا ضغط الأورطة من الأول 170 مليمتر ميركري. طب ما هو الفنتركل بريشر اللي جواه 80 علشان يفتح الأورتك فالف، بتكلم على الليفت فنتركل. 80 دي لازم تعلى ل 180 على الأقل، يكون في فرق ضغط بينه وبين الأورطة. أنا بتكلم على حالة غير طبيعية. طب أعلى إزاي؟ لازم الراديوس يزيد، القلب يملى، ده رقم واحد، ثم يقفل الفالف اتريو فينتريكولار فالف بينه وبين الاتريا، فيعلى البريشر، حبست الدم جواي لمواجهة التنشن. طب أخبار الدبليو ايه؟ الدبليو ده الوول سيكنس، كل ما القلب بيملى بدم اكتر سمك القلب بيزيد لجوه. بص مش يطلع لبره، لا السمك يزيد لجوه عشان ازنق الدم في مساحة اقل، فيخبط في الوول فيعلى البريشر فيتغلب على الاورتك فالف اللي ضيق او الاورطة اللي فيها ضغط عالي. ده اسمه افتر لود، انا قصادي مقاومة عالية. طبعا لو تلاحظ الول سيكنس ما قلناهاش في الكابيلاري لانها اساسا بتبقى سن وول. في معلومة مهمة عايزك تخلي بالك منها، لو القلب دايليتد او فوليوم اوفرلود اتملى بزيادة، الطبيعي القلب بيضخ 70 ملي يتبقى جواه 60 ثم يرجع 70 عليه فينس ريتيرن زائد 60
130 اطلع 70. طب انا لو هارت فيلير اطلع 30، فاللي اتبقى 100، 100 مللي، اخد عليهم 70 كمان كفينس ريتيرن، فبقى 170. الهارت فشل فبقى بيأخر السايكل للي بعدها، بيأخر الايجكشن للي بعدها، زي الطالب مش شاطر لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، لا بيأخر، فالموضوع بيتراكم معاه فيفشل. نفس الكلام الدايليتد هارت، بص عملت لك علامة يزيد، يزيد الار اللي هي الراديوس، فيزيد التنشن اهو لمواجهة التنشن، فيزيد اكسجين كونسامشن، وده مهم جدا. طالب قال لي طب ايه علاقة استهلاك الاكسجين بان انا بملى؟ طب ما انت لما بتملى انت عايز الكالسيوم ترجعه للمخزن بتاعه للسيسترنا، برجعه باسيف ولا اكتف؟ تقول لي طبعا برجعه اكتف، كالسيوم اي تي بيز بامب، بكسر اي تي بي واستهلك اكسجين عالي. طيب نيجي بعد كده للسي في اس ريفلكسز، جمعتها لكم الريفلكسز اوف سي في اس. عندنا ثلاثة ريفلكس في منتهى الأهمية في الصفحة دي، والصفحة التانية عندنا كمان ثلاثة، عندنا ستة ريفلكسز مهمين. الأولانية بقى نقولهم بارو ريسبتور ريفلكس. أي ريفلكس لازم أتكلم على ست نقاط. بارو ريسبتور الاستيمولس، زيادة في البلس بريشر فلكتويشنز، تأرجح، قلنا لازم الزيادة ما تبقاش ثابتة وإلا هيحصل adaptation، هيقل ال discharge of action potential. receptor aortic arch carotid sinus afferent 9 و10، السنتر ابعت لل CIC وال VMC. طيب ايه هو الافرنت؟ انت عاوز تقلل الضغط يبقى لازم تشتغل بالفيجاس ممثل البارا سيمباثيتك. طيب الريسبونس، هشغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر، اوقف الفازو موتور سنتر، وجينا عند الفازو موتور طلعنا منه سهمين، لان فازو موتور هو السنتر اللي بيتحكم في اي بلاد فيسل عندك سواء ارتري او فين، فالارتري يوسع فضغط الدم يقل، الفين يوسع. انا قصدي ايه بالفين؟ بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت، هو ده اللي هيوسع فيقل الفينس ريتيرن، لانه قل المين سيركيولاتوري بريشر، قل الاند دايستوليك فوليوم، قل الستروك فوليوم، قل الكارديك اوتبوت. الاربعه دول جنبهم على السهم نازل لتحت ادى الى قل البلاد بريشر. طيب نيجي بقى لريسبتور او ريفلكس متخصص لما ضغط الدم يقل، بيريفرال كيمو ريسبتور ريفلكس، ده بيشتغل لما الماب مين ارتيريال بريشر اقل من 80. الريسبتور اورتيك وكاروتيد بوديز نفس الفكره، بعت ب 9 و10 للسي اي سي والفي ام سي دول السنتر، خرج منهم نيرف سيمباثيتك. طب ليه؟ انت عاوز تعلي الضغط، سيمباثيتك متخصص في ده فهنفذ شغلي عن طريقه. طبعا العكس، الفكرة ان انا عايز اعمل في الحالة دي الفي ام سي لابد ان انا اشغله. طيب نيجي بقى للبين بريدج ريفلكس ونركز مع بعض في البين بريدج. في البين بريدج ريفلكس انا عندي بيشتغل بالفينس ريتيرن، طيب بي اتريال ريسبتور بيشتغل افرنت بالفيجاس، يبعت للسي اي سي، وطبعا السيمباثيتك هيبتدي ان هو يشتغل يزود الاس اي نوت فايرنج علشان يعمل تاكي كارديا. النقطه الاساسيه ان لما بيزيد الفينس ريتيرن انت بتزود الاند دايستوليك، انت عايز الهارت يشتغل اكتر. طب انا عايز الهارت يشتغل اكتر، فعشان كده هركز على الاس اي نود،
على البيس ميكر، عايز اسرعه وفي نفس الوقت اوقف اللي بيوقف القلب. مين اللي بيوقف الهارت؟ كاردياك انهيبيتوري سنتر. فدي فكره بين بريدج ريفلكس، زودنا الفينس ريتيرن وعاوزين الهارت يشتغل، وعشان ربنا بدقه متناهيه وكمان في نفس الوقت اوقف اللي بيوقف القلب. طب نيجي لثلاثه ريفلكس كمان. السي ان اس اسكيميك ريفلكس قلل البلاد فلو اللي رايح للبرين بسبب المين بريشر اقل من 50. قلنا ان اللي هيتاثر فازو موتور سنتر. الفازو موتور سنتر بيتاثر بزياده ضغط الدم جوه البرين، لان زياده الضغط بيضغط على البلاد فيسل يقفلها، او نزيف في المخ انترا كرينيال تنشن. البرين تيومر هيقفل البلاد فيسل، في الحاله دي يشتغل الاسكيميك نيورونز اوف الفي ام سي. فاكر لما قلت لك ان الفازو موتور سنتر في اربع اماكن، مكان سنسوري ومكان بريسور ومكان ديبريسور ومكان للهارت يأثر على الهارت. طب انا حسيت باسكيميا لازم اتصرف، فهشغل السيمباثاتيك واقول له عايز ازود السيمباثاتيك تون، هضيق الفيسل جامد. طب انا استفدت ايه؟ عشان اعلي ضغط الدم في الجسم بصفه عامه، فيوصل بلاد فلو للفي ام سي تبعا لقانون اومز لو. كل ما بتزود البريشر جريدينت بيعلى الفلو، واذا وصل دم للفي ام سي هيمنع الدس اوف برين نيورونز قبل 3 دقائق. قلت لك البرين نيورونز حساسه جدا، لا تتحمل هايبوكسيا لفترات طويله. ولو ترجع معايا للنظري قلت لك هذه هي الفرصه الاخيره، لاست ديتش، لاست اتمت لانقاذ البرين. كوشنج هو اللي اكتشف موضوع البرين تيومر افكت على البلاد فلو اللي رايح للفي ام سي. بازلد جارش ريفلكس، الراجل ده قال لو حقنا مواد كيميائيه معينه فيراتريدين او نيكوتين او سيروتونين هيقل الهارت ريت والبلاد بريشر، حقناهم في الفنتريكولار ريسبتور. طبعا اهميه الكلام ده مايوكارديال انفاركشن، جزء من عضله القلب ماتت، شيء طبيعي هيتفرز مواد كيميائيه معينه هتحس بيها الفنتريكولار ريسبتور فهيقلل هارت ريت وبلاد بريشر. اخر جزئيه عندنا في فيديو التجميعات هو المقارنه بين السي او 2 والاكسجين. طبعا مقارنه جمعتها لك من كل ريسبيريشن وكمان سي في اس، فمقارنه مهمه جدا. اولا السي او 2 والاكسجين لا يوجد اكستشينج بينهما من النوز الى تيرمينال برونكيولز. السي او 2 خارج والاكسجين داخل والاتنين ما يعرفوش بعض، ده اسمه ديد سبيس. طيب نيجي للنقل. السي او 2 90% منه بيتنقل كباي كربونيت، ودي شرحناها مع الكلورايد شيفت فينومينا ات ذا تيشو، تمام. و5% كاربامينو كومباوند، و5% هيموجلوبين. خلي بالك الكاربامينو اللي بيمسك في الامينو جروب بتاع البلازما بروتين، اما الاكسجين بيتنقل في صوره هيموجلوبين او مايوجلوبين. خلي بالك الاكسجين قلنا الارقام بتاعته قبل كده، الفري اكسجين او السوليبل او فيزيكال اكسجين 3/10 ملي لكل 100 ملي ارتيريال بلاد، لكن 19.5 ملي اكسجين ماسك في الهيموجلوبين، وده كيميكال اكسجين. حتى جمعنا
فيزيكال زائد كيميكال طلع 19.8 ملي اوكسجين، سميناها اوكسجين كونتنت. نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن لو سي او 2 2.5%، الهيموجلوبين مشبع بكربون دايوكسيد، لكن 97.5 مشبع بالاكسجين. والدليل ان كلامي صح قلناها مع الكيرف اكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف، لما كان ضغط الاكسجين اعلى ما يمكن 100 مليمتر ميركوري ارتيريال بلد كان الهيموجلوبين مشبع 97.5، مش هيعلى عن كده لانه هيمسك في السي او 2 في النسبه الباقيه. الديسوشيشن كيرف كان اس شيب دي سيجمويد في الاكسجين هيموجلوبين ولكن لينير في السي او 2. فاكر لينير يعني ايه؟ كل ما يزيد السي او 2 كونتنت، فاكر، او السي او 2 بريشر، كل ما الكونتنت يزيد، علاقه خطيه. لكن تعالى بقى في الاكسجين هيموجلوبين شوف الارقام. لما كان ضغط الاكسجين 100 مليمتر ميركوري ارتيريال نسبه تشبع الهيموجلوبين بي 97.5. طيب لما قل الاكسجين بريشر من 100 الى 60، ده في الهاي التيتيود، قل 40 اهو مليمتر ميركوري، نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن قلت بس 7%، يعني وصلت الى 90% ساتوريشن. تخيل قلت بس الرقم ده، وقلنا عليها الفلات بارت اوف ذا كيرف، ثم الستيب بارت قل فجاه لما الاكسجين بريشر 40 لوفينس، نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن بقت 75%، ولما الاكسجين بريشر بقى 20 نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن بقت 20 أو 30%، النزول الحاد حتى شبه الاس شيب. طيب جينا اتكلمنا على امتى بيحصل بور افكت، ودي قلناه لو زاد السي او 2 اللي خارج من التيشو، ده معناها ان الهيموجلوبين لازم يسيب الاكسجين بتاعه ويدي للانسجه لانها شغاله، وده شيفت 2 ذا رايت. لكن هنا بقى الهلدين افكت بيقول لك امتى يزيد الهيموجلوبين افينيتي للكربون دايوكسيد. هنا اتكلم بحاجه تانية، هيموجلوبين ماسك في كربون دايوكسيد، تمام، اكتر من مسكته في الاكسجين. نيجي بقى لنقطة مهمة وهي الريسبتورز. ايه تأثير السي او 2 على التنفس؟ افتكر معايا، سي او 2 كان بيشغل نوعين من الريسبتورز، السنترال كيمو ريسبتور، وقلت لك مين بولد وتحتها خط، ده الاساس. سي او 2 كان بيعدي البلاد برين بارير لانه لايبوفيليك، يدوب في الدهون ويدوب في المية جوه السي اس اف، يعمل كربونيك اسيد يتفكك لهيدروجين و اتش سي او 3. هيدروجين اين هو اللي شغل سنترال كيمو ريسبتور اللي جنب مركز التنفس في المظله، فاشتغل الريسبيراتوري سنتر وحصل هايبر فنتيليشن. السي او 2 بيشغل بدرجه اضعف بيريفرال كيمو ريسبتور، الريسبتورز الحساسه للتغيرات الكيميائيه بس هي بعيده عن مركز التنفس، اورتيك بادز وكاروتيد بادز اللي احنا لسه شارحينها مع السي في اس في الجدول فوق. والبيريفرال كيمو ريسبتور ده مشترك بين ريسبيريشن وسي في اس. طيب انا عايز اثبت ان السي او 2 اخطر من الاكسجين، بس قبل ما اثبتها، الاكسجين ستيميوليتد بالبيريفرال كيمو ريسبتور اونلي، يعني لو في هايبوكسيا، انت فوق قمه جبل، او عندك مرض مزمن في الرئه، اللي شغال عندك بيريفرال كيمو ريسبتور، ان في الحاله دي زياده الاكسجين
ما بقتش هي المؤثر الأساسي اللي يشغل ريسبيراتوري سنتر. علشان كده اوعى تدي للناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الرئة 100% أكسجين. انت كده منعت الاستيمولس الأساسي للريسبيراتوري سنتر ان هو يشتغل، حكمت على المرضى دول بالموت. ده مهم جدا. طيب السي او 2 اخطر، ايه الدليل؟ لو زاد السي او 2 بريشر 5% فقط عن الطبيعي، الفنتيليشن تزيد 3 الى 4 مرات. ده الاساس، بالاضافه انه بيشغل 2 ريسبتورز. اما الاكسجين لازم يقل من 100 الى اقل من 60 مليمتر مركري علشان يزود الفنتيليشن. طبعا لابد نقول ان الرئة اتخلقت اساسا للتخلص من الكربون دايوكسيد. ايوة احنا عاوزين اكسجين ونتخلص من سي او 2، بس انا بقول لك اساسا اذا زاد السي او 2 70 الى 80% يتوقف التنفس تماما، زي غرف الاعدام بالغازات. لو قل السي او 2 بيحصل ابنيا، لانه مش هيعدي البلاد برين بارير ومش هيحصل كل اللي قلناه، فمش هيشتغل الريسبيراتوري سنتر. طيب نيجي للريسبيراتوري فيلير. لو حصل فشل في التنفس يزيد السي او 2 هايبر كابنيا. طب والناحيه الثانيه بيبقى السي او 2 طبيعي ولكن الاكسجين اللي رايح للدم قليل. عايزك تفرق بين كلمتين، هايبوكسيا وهايبوكسيميا. كلمة هايبوكسيا ان اكسجين سبلاي للتيشوز قلت، ايميا هايبوكسيميا اكسجين اللي رايح للدم قل. طب نيجي للسي او 2، ايه تأثيره على البلاد فيسلز؟ سي او 2 بيعمل فازو دايلاتيشن، ده واحد من الويست برودكت، بيوسع اي حاجة. العكس في الاكسجين، طبعا نقصه بيعمل فازو كونستريكشن. طب ايه تأثير السي او 2 على سيريبرال سيركوليشن؟ بص بقى هنا التجميعات، سبت الريسبيريشن دخلت على سي في اس. فاكر لما قلنا في السيركوليشن اهم ميتابولايت يوسع السيريبرال فيسلز هو السي او 2، اهم فازو دايليتور. طب تعال على الاكسجين، فيسيولوجيكالي ملوش تأثير اساسا على الدورة الدموية بتاعت المخ، او تأثير قليل، لكن باثولوجيكال لازم الاكسجين بريشر يوصل ل 30 مليمتر مركري علشان يتضاعف السيريبرال بلاد فلو. نكمل كمان الارقام، سي او 2 كونتنت، بص في الارتيريال 48، فينس 52، شيء طبيعي يزيد فينس لان ده اللي راجع من التيشوز. اما الاكسجين 19.8، قلت لك جت منين؟ 0.3 ملي فيزيكال اكسجين زائد 19.5 ملي كيميكال اكسجين. هنا بقى البريشر ارتيريال وفينس، السي او 2 40 ارتيريال يعلى فينس 46. بص على الاكسجين العكس، عالي ارتيريال اللي هي الفيولاي 100، قليل فينس بالموناري كابيلاري عشان كده يتحرك من 100 الى 40. موليكولار ويت، السي او 2 اتقل، كربون زائد اكسجين. اما الاكسجين اخف، السوليوبيليتي السي او 2 24 مرة مور سوليبل عن الاكسجين. وفي تعريف مهم اسمه ديفيوجن كو افيشنت، معامل الانتشار. قلت لك اذا كان السي او 2 يقدر ينتشر 20 مرة قد الاكسجين، طب انا لو جبت لك انتشار الاكسجين كام ملي في الدقيقة بير مليمتر مركري،
تقول لي السي او 2 تعرف تجيبه؟ تقول لي اه. هضرب في 20، يعني انا لو قلت لك ديفيوجن اوف اوكسجين 20 مللي، 20 مللي بير مينيت لكل مليمتر ميركري، لكل فرق ضغط، يبقى انتشار السي او 2 كام؟ 20 تايمز 20 يعني 400. طب نتكلم على الفنتيليشن بير فيوجن. فاكر لما قلت لك لو السي او 2 اللي في البالمونري كابيلاريز قليله يبقى انا عاوز اتبادل مع اكسجين قليل؟ تقول لي اه. طب ازاي نعمل كده؟ السي او 2 القليل هيضيق البرونكاي فيقلل الاكسجين اللي ماشي فيها ورايح للالفيولاي. دايما انا عايز اعمل ماتشنج، تطابق او توازن، على قد السي او 2 اللي جاي لك من الدي اوكسجينيتد بلاد على قده هتعمل اكستشينج مع اكسجين، والعكس صحيح. فانا جيت قلت ايه؟ السي او 2 قل فالبرونكاي تضيق. ليه تضيق؟ علشان اوفر الفنتيليشن للويل بيرفيوزد الفيولاي، بمعنى الفيولاي تانية وصل لها سي او 2 كافي. طب وصل لها سي او 2 كافي، محتاجة اكسجين كافي، ليه ادلها اكسجين اقل؟ ما ينفعش. فهنا انا عايز اعمل شيفت اواي فروم بور بيرفيوزد، بيرفيوزد يعني وصل لها سي او 2 قليل. بص الناحية التانية، لما الاكسجين يقل يحصل فازو كونستريكشن، ودي اللي احنا قلناها بتميز البالمونري سيركوليشن. الهايبوكسيا بيعمل ايه؟ كور بالمونال. ارجع لفيديوهات السيركوليشن. طيب نيجي نتكلم الاكستشينج، طبعا بيحصل في الالفيولاي لان الديد سبيس there is no exchange. في نهاية هذا الفيديو قدمت لكم مقارنات فيكس لو وفيكس اكويشن، بور افكت وبور اكويشن، لوكال ريسبونس لوكال بوتنشال، ثنائيات اكتف هايبريميا رياكتف هايبريميا، فرق بين انيميا وبوليسايسيميا بتجميعات كبيرة، كل الريفلكسز اللي موجودة في الكارديوفاسكولار والنيرف. اتكلمنا عن كل القوانين اللي في الانترودكشن والنيرف والمسل سكيليتال والهارت، اتكلمنا عليهم. اتكلمنا على 6 ريفلكسز مهمين في السي في اس، بارو ريسبتورز، بيريفرال كيمو ريسبتورز، والتالت مهمة قوي البين بريدج ريفلكس، الرابع سي ان اس اسكيميك ريسبونس، الخامس هو بيزولد جارش ريفلكس وكوشنج ريفلكس، وختمنا كلامنا بأهم نقطة تكون عارفها، مقارنة بين أكسجين وكربون دايوكسيد من كل الجوانب، كونتنت، بريشر، اكستشينج، ريسبتور، كل حاجة تأثيره على الفنتيليشن. مهم جدا النقاط دي. اتكلمنا على نسبة الساتوريشن، على الهيموجلوبين أكسجين والسي او 2 أكسجين ديسوشيشن كيرف، مين لينير مين سيجمويد، موليكولر ويت، سوليوبيليتي، بريشر، ديفيوجن كاباسيتي، فنتيليشن، بير فيوجن، امبالانس، وازاي بتحصل البالانس او امبالانس، والاكستشينج بيحصل ازاي. في النهاية اتمنى يكون فيديو مفيد، قدرنا نجمع اجزاء من انترودكشن، من نيرف، من سكيليتال ماسل، النقطة المهمة في البلد، فرق بين انيميا وبوليسايسيميا من كل الجوانب، وكارديوفاسكولر سيستم. ان شاء الله تابعوني في فيديوهات جديدة وكتيرة من المايند مابس علشان نخلي الفسيولوجي سهل ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.